Fresh!
شنو هو شدو هذاك شوف
ايوه احمد الولا ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا المقابله ديال اليوم اللي جرت ما بين بلديه ديال الخميسات وفريق ديال اشبال الجو، كما لاحظتوا السيطره مطلقه ديال فريق البلديه ضد مجرى اللعيب. تمرك لنا هدف في الشوط الاول في الدقائق الاولى بالضبط في الدقيقه 7، مي في الشوط الثاني رجعنا في المقابله وجبنا هدف وكرينا بوكو دي زوكازيون، مي الغالب والله ما ساعدناش الحظ. انتما كما شفتوا ما داروا حتى شي هجمه في الشوط الثاني، والدراري في البنايات الهجوميه داك الشيء ممتاز صراحه. ما بغاتش كره، هذا هو المنطق، مي
احنا الهدف ديالنا هذه السنه ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون فريق تنافسي اللي يقدر ان شاء الله الرحمن الرحيم نحقوا به المبتغى ديال السكينه ديال الخميسات، لان فريق تبدل 100% على الفريق ديال السنه الماضيه اللي كان قاب قوسين فاش يهبط القسم الموالي. مي هذه السنه جلبنا لاعبين مستوى رفيع اللي كانوا في الفئات ديال فريق اتحاد الزمور الخميسات اللي كنت شرفت عليهم من 2012، والحمد لله عاطيين والثمار ديال داك التكوين عاطي، لان الا جيت تشوفوا جميع الفرق اللي تلعبوا معها كيشكروا الفريق لان فريق فتي تيلعب كره حديثه، مي الغالب الله النتائج بعض الخطرات تتكون تتعاكسنا تيكون سوء الحظ. اليوم حارس المرمى ديال اشبال الجو هو اللي كان وقف الند الخط الهجومي ديال البلديه ديال الخميسات. صراحه هذا التعادل تيرجع له الفضل ليه هو صراحه، ونتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم المقابله الجايه اللي غادي نمشيو نلعبوا مع طابريكت في سلا نعوضوا هذه النتيجه هذه ان شاء الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا لك خويا رشيد على تغطيه مقابله اليوم ديال فريق بلديه الخميسات واشبال الجو. مقابله بالنسبه لنا حنا للنسيان بحكم نتيجه التعادل داخل الميدان اللي كنا حنا من الاول داخلين عازمين على 3 نقاط، ما تاثرش لنا. مقابله كانوا فيها بزاف الاخطاء، نحاولوا نخدموا عليهم من هنا لقدام. حنا الا في بدايه الدورات ديال البطوله، باقي ان شاء الله الخير القدام، ونحاولوا نعطيو من هنا لقدام بزاف الحوايج اللي غنرجعوا في السكه ديالنا، حيت فريق بلديه الخميسات ماشي هادو من النتائج ديالو، ماشي هادي المكانه ديالو في هذا القسم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، جرينا الماتش كامل، الخصم جار كان كامل اللور وتيلعب على المرتدات، اللي جيت تشوف البوزيسيون دبال ما قاسوهاش كاع، وكنا متحكمين في مجريات المباراه كامله. مي هذه هي كره القدم، فيها الخساره وفيها التعادل وفيها الفوز. حنا الحمد لله اني ساتيسفي، عندنا ايكيب الحمد لله زوينه، مازال غادي نقولوا الكلمه ديالنا. معكم العريبي ميلود مساعد مدرب اشبال الجو. وبالنسبه للماتش كان في المستوى، كان الخصم عنيد، خصم اللي تيلعب الكره في الارض يعني بمعنى الكلمه، انه عذبنا يعني تيلعب على الاطراف، عنده لعاب اللي في المستوى. بالنسبه لنا حنا اشبال الجو يعني يلاه في اعاده الفريق يعني عايش 4 ولا 3 عناصر اللي من القدام، عندنا تقريبا عناصر شابه بزاف، لعبنا المقابله عطينا داكشي اللي عطينا، تقريبا بعض اللعابه ما طبقوش التعليمات ديال المدرب، ولكن على العموم كان داكشي مزيان يعني استطعنا نطبقوا الخطه ديال المدرب. سجلنا في بدايه المقابله، ولكن لظروف ما غاديش نقول التحكيم انه تعدى عنا ولا لا، ولكن هذا الشيء اللي عطى الله يعني بالنسبه لي انا كمساعد يعني الحكم تكى عنا وتكى على الدراري، يعني راه الناس تفرجت، الناس استمتعت بالمقابله، كان الخصمين الفريق والخصم كانوا فوز، زعما كانوا في المستوى، كانت كره في الارض من الجانبين. بالنسبة لأشبال الجو ما غاديش نقول تطمح باش تلعب على الصعود، لأن في تغيير الفريق بأكمله يعني كاين طاقم تقني في المستوى تيخدم خدمة احترافية، ونتمنوا الله يكون معنا التوفيق ونحقوا النتائج المطموحة إن شاء الله للفريق. أبو بكر مقشصيد حارس النادي ديال الأشبال الجو السلاوي. مباراة دازت في واحد الجو اللي أخوي، كنا درنا كاع اللي علينا، ولكن الغالب الله تعادلنا في الاخر. المهم الحمد لله الدراري كاملين تقاتلوا، كانوا رجال وتفاهمنا بيناتنا الحمد لله، وتبعنا الهضره ديال المدرب وكل شيء، والدري مسكين تضرب، الله يشافيه ويسمح علينا بزاف، الله يسهل على الجميع والله يسهل علينا كامل. السلام عليكم. كما كتعرفوا حنا راه جينا لمدينه الخميسات ماشي للسياحه، ولا جينا باش نجيبوا 3 بوان، ما كتبناش الله نجيبوا 3 بوان، جبنا 1 بوان. كيف ما كتشوف المباراه كانت مزيانه، وحقنا الحمد لله المبتغى نقطه احسن من حتى حاجه، وهادشي كيرجع للطاقم التقني كامل واللعابه اللي تقاتلوا، والسي السابي المدرب ديالنا اللي ما كيمكنش علينا كل مره كيعطينا نصائح جديده،
وخا لي زاربات كانوا شويه ماشي، ما الحمد لله نقطع حسن من حتى حاجه. كنبغي نشكر حفاوه الاستقبال اللي استقبلونا هاد الناس هادي، شكرا